بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيكون درسنا بإذن الله في هذا اللقاء وفي لقاء متتابعة عن سيرة خير البشر. إن شاء الله بزي رأسات شلاي يمنو وايو بتكتاتاي كفلم ينبيون عليه الصلاة والسلام سيرة ويميه والتاركيون سيرة يالو بو تامني مسلالي ملون بكرمي لما أنستا وسلموكر. لا يخفى على أي مسلم ما لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أهمية كبرى في حياة المسلمين. بما أن يوم مسلم زند ما يتصور عن دون تعالى سمند النو يربي عليه الصلاة والسلام هو التارك بمسلم وجه هو توست يالو بوتا من اندهنا كما أن المسلم يتصور. إنها الينبوع الصافي لطالب الفقه طرق الزابين لم يفلك سو ملكا من تنو، والدليل الهادي لباغي الصلاح ما استكاكل مكانات لم يفلق مسو تلك قلسي هنا يمي مرا مصر الجانو، والأمثل الأعلى للأسلوب البليغ بتعم يركك أنه يتألك أنه قرل ما أدرك تلك ومسارين يا رسول عليه الصلاة والسلام سيرا، والدستور الشامل لكل شعب الخير خير لتباله تكبارات هلو ويم خير تكبارات هلو يكفت لك مزقبنا. ولقد كان سلف هذه الأمة يدركون ما لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من آثار حسنة في تربية النشء. سلفت يزيه أمة مرت قدمتت النابوت يا نبي عليه الصلاة والسلام سيرا عديس انتو لد بما نصنا بما صدق رقد يالون تالاك مينا ياقالو اندزيهم دغمو يسلمنا الملكت لما قفنا لما ياس يميتشلو تولدوتن لما مسرتنا لما تنسس تلك مساري اندهنا ياقالو لزيهم يا نبي عليه الصلاة والسلام سيرا يما مارو ينقاقرو نبر يسيران أنقب قابينت بتمنكته بزو تبلوال استيكة تبالوت يتوسنوتن لما يتنمكر. زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين من النبر كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع من باله رسالة ولي تكسوتها من النبرة يا نبينا عليه الصلاة والسلام تلالك أن تنانش سلتلالك أن ملستنيا زمتاوش النمار نبرة لك قرآن سوراوش المئراف دم النمار وهلو يهينم يستمر النبرة. إمام الزهري رحمه الله علم المغازي علم الدنيا والآخرة النبرة يا نبينا عليه الصلاة والسلام سيرام يا وراء سلزمتاتشو الناس لهيوتاتشو متركو تاريك يا دنيا مهون يا آخرا نوكت يا كفلنا يا زنبيل. وقال سليمان بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ملا. إسماعيل بن محمد يا سعد بن أبي وقاص يلجلج نوم من إلال أباتاتشن ينبينا عليه الصلاة والسلام يهيو التاريك كزوجة قايت يا زون مسيراتون يستمر النبر ويقول انديه النبر يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها النزيه ولا جوتشاتوه فانا وجناتشونا
ما استاوي يعني توستون انداتلو كنتون داتا درقوت ادرائي لاتشو نبرا. وقال البغدادي رحمه الله: تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة كرسول زمتشا قايتها زوب بزود نقاقي وتشالوالو، فيجب كتبها والحفظ لها يعني أن ما أسفر النام بتنقاقي ما أسكمت أسفل قال. ويقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: وأصول أصول العلم وأصل الأصول العلم كمسرة تشلو تلاقوا مسرة أوكتنا ولا وأنفع العلوم كتقامي وكتوش مكاكل بتأم تقامي كمي بالوت أندو النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يا نبي عليه الصلاة والسلام النائب الدربو تشاتشون هو التاريخ ما يتمان ببو ما استوالو ما وقو ممارو كفتن ياتكم له. قال الله تعالى الله انديه بلو اللالو: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده إن زياء الله مرات وناتشو بالنس من مرع ينس فلق تكتل إلى الله سبحانه وتعالى. انقليه يا نبي عليه الصلاة والسلام سيرا أسفل لقنة الناس السابنة بزينة ملكوتة قلصونا يعلن يا نبي عليه الصلاة والسلام سيرا أسفل لقنة بميك التلوت أتاتر نتبوش يمي الداسة سيهونال عندنا أهون يتكسنا اتشو أثروج يتكسنا اتشو نقلقروج لا سلفو تشاتشن قدمتو لدوش علماء وش سيرا لا ينبرا تشو في اللاغوت قن الزابينا تنكاري يهني هل نبرا مالتنا تعم يان نساسو نبر لجو تشاتشون يستمرو نبر زاري ينيا تولد دقم كزي هراكانو اجيق بمي أساس زن ملكو عندنا سيرا بتعم أساسا بمي أدرقو أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الميزان التي توزن به الأعمال يا نبي عليه الصلاة والسلام سيرا يهو التاريكات شو سراوت يمين مزنوبت ميزان النامل كانوا فما وافق هديه وسلوكه كان مقبولا يا نبي عليه الصلاة كنبي عليه الصلاة والسلام فرقا يقدمه كسات شو عكهيد قا يميهيد نقر تكباين نتعلو ملك كام مزن يانا مالتنا وعلى وفق الشرع شريعا قدموك هونو كتقين يانا نقر ولم يوافق هديه وسلوكه كان مردودا يا نبي عليه الصلاة والسلام فلق أكهيداتشون من لا سنة مقباراتشون مما يكتلك هنا لغمو تقباينة تينوروم تملاشي هنا. ولكن أنها تجعل بين يدي الإنسان صورة ماثلة للقدوة الحسنة يسيراتك كمي تولي لا من دنو لسو لجوج ملكام أرآيا يكرص الناس كمت الله تشال والمثل الأعلى للبشرية في أعظم صورها لسو لج تلك أرآيا كاللوث مثلوشنا كرصو تشلو يلاك هنو يكرب الله تشال ما ناتشو نبي عليه الصلاة والسلام ناتشو لزين الله سبحانه وتعالى ملك تنيون عليه الصلاة والسلام قدوة أرعايا درقن دنيزي عززو. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ملك تنيو عليه الصلاة والسلام لأن أنت ملك أمر أرأي عندي هنا الله أدرق لا تشهالي لان فتلي لما أنه الله النامج أرشاهم كان لم يفلق لم يكجلوا سويت الله ننبذوا لم يعوصوا سويت لان سوستنيا وتكم دراسة السيرة النبوية عون على فهم كتاب الله عز وجل قرآن لما الردات يمي رداننا يمي تكمنه وعمل به قرآن تكبارا من دنارك يردانا لمن كنياتهم نبي عليه الصلاة والسلام سنة مقبارات شو قرآن نبرنا حياتات شو هلو هيواتات شو هلو قرآن بتكبار لي موال نبرنا أردتني يا نبي عليه الصلاة والسلام سيراس النمار لسات شو يلن وديتا فكر إيج أمر إيمتال تلك هيواتات شون كفل ما يتنا ما وقتنا من نجل مالتنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. يا الله ملك تنيا من بلوال عنداتو يتموال لا إيمان أمنا لبالا يتلم كولا جوتو كرجوتنا كسوتو له يبلت أسكال وددين درسي لالو النبي عليه الصلاة والسلام نزيهم يا نبي يصحابه وتشاتشو مرت تولد تاريك ما وك يتكمنال سيران ممار ليلا ويالن تكم من دنو صحابه وتش كنبي عليه الصلاة والسلام جاي نبرات شهوت مني مسلال يميلون نرد لن اندزيهم دمو دين هلو لمردات بتام يردانا عقيدا عبادا فقها ما الله وتاتشون من دزيه لما وك يمي تكمنو يهن قديه يا سيرا أساسا بالناتي هنال
قد آيو كفل لاي قد تتاوى النبي عليه الصلاة والسلام سيرا انقبال لن الله سبحانه وتعالى بسمانا من سرادر قن تكتاتا يون كفل إن شاء الله هلاتهم متكتاتلو أني نمدمهم يتعرس الله هادر قن هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.